السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جات لنا كيس بريست بالمنظر ده كده يا جماعة، طبعا كالمعتاد أول حاجة بنعمل إيه؟ ووش الهاند. أنا دكتور محمد حسن وهدان، لو سمحتي ممكن نكشف عليكي، فأيدنتيفاي طبعا يور سيلف وناخد برميشن ونشرح لها التكنيك. دي حاجات بس كده هنبص عليها بعينينا وهنحسها كده بإيدينا، ودي ما بتوجعش وبسيط خالص فريلاكس، فبنشرح لها التكنيك. والست ده هي طبعا لازم افكر هعريها منين لمنين. فاسال نفسك انت هتفحص البريست اليمين ولا البريست الشمال؟ لازم الاثنين، وقارن الناحيه النورمال بالناحيه الديزيز. وطبعا بالتالي يبقى لازم البريست اليمين بالبريست الشمال بمنطقه الدريننج لينف نودز يمين وشمال تكون عريانه. ويطلب مني ان انا اقول للست لو سمحتي نزلي هدومك لحد السرة. فالست دي should be exposed from the umbilicus upward. ولو في الدنيا برد ولا حاجة ممكن الست دي تحط لها أي غطاء ملاية أو بطانية أو حاجة زي كده على كتفها. الست هي طبعا يا جماعة جاية تشتكي لنا من إن عندها multiple swellings في الرايت بريست. ف الست هي بقى بنقول لها اقعدي، الاكزامينشن في الاول بالانسبكشن هيكون في السيتنج او السيمي سيتنج بوزيشن، والدكتور لازم يكون واقف قدامها. وابتدي بقى الست هي اعمل لها اول خطوه في الاكزامينشن بتاعنا اللي هو انسبكشن. فالست دي الانسبكشن بتاعها هيكون سيتنج او سيمي سيتنج والدكتور واقف قدامها. ونبتدي بقى نبص بالانسبكشن على ايه؟ من غير ما تحفظ الانسبكشن حاجات سهله بقى قوي. اول حاجه ببص على البريست از هول، كله كده على بعض. البريست از هول ده هي قرر الناحيه اللي هي سبكتد تو بي نورمال بالناحيه اللي سبكتد تو بي ديزيزد. وابص على خمس حاجات: سايز، ليفل، شيب، ارفع ايديك لفوق وميلي لقدام. ناخدهم واحده واحده. السايز بمقارنه البريست يا جماعه اليمين ده للبريست الشمال ده هو الاثنين لبعض. هل يا ترى حجم البريست ده زي حجم البريست ده ولا لا؟ واضح يا جماعه ان البريست اليمين ده هو انلارج، اكبر من البريست الثاني. ممكن تيجوا هنا كده يا جماعه عشان تبصوا من هنا. ركز معايا. فهنا في سلايد انلارجمنت اوف ذا رايت بريست اللي هي الست بتشتكي منه. والليبل دايما الليبل يا جماعه بتقاس بالنبل، فشوف كده هو النبل اليمين زي الشمال ولا لا. الست يا جماعه بتشتكي من البريست اليمين ده، واضح النبل ات ا لور بوزيشن، اوطى من الناحيه دي. فالليبل اوف ذا بريست البريست ده از اللارج اند ات لور ليفل. الشيب بتاعه ابارنتلي نورمال زي الناحيه التانيه. وبعدين بقى حاجه مهمه جدا يا جماعه، لو في اي تغيرات في البريست هتبقى برومننت قوي لو انا قلت للست ده هي ارفعي ايديك لفوق. فاسك ذا بيشن تو ريز ذا ابر ليم ستريت اب. فالست دي هترفع ايديها لفوق قوي، ممكن اي ابنورمالتي في السكن او في السايز او في الشيب اوف ذا بريست تبقى مور برومننت. واقول لها كمان ممكن يا ست تقومي تقفي وتميلي لقدام. عايز الست ليه تميل لقدام؟ عشان عايز البريست بتاعها يدلدل. واشوف الديجري اوف برتروجن اوف ذا بريست. هل البريست اليمين والشمال ات ذا سيم ليفل؟ ولا في واحد اوطى؟ ولا في واحد اعلى من الثاني؟ ويبقى دي اول نقطه في الانسبكشن اللي هي البريست از هول. سايز، ليفل، شيب،
ارفعي ايديكي لفوق ولو سمحتي قومي اقفي وميلي لقدام. الست هنا يا جماعه بعد ما شفنا البريست از هول من غير ما تحفظ حاجه قدامك على الاقل الثلاثه دول لازم تفتكرهم وتعلق عليهم. ايه الثلاثه دول؟ اسمها ايه المدوره دي؟ نبل. ايه اللي حواليها ده؟ مر. ايوه. ايه اللي حواليها ده؟ سكين اوف ذا بريست. فالثلاثه دول بقى كنز لا يفنى مبدئيا. النبل عايز منها ايه بقى؟ النبل يا جماعه نمره واحد لازم ابص على الدايركشن بتاعها. الدايركشن يا جماعه بتاع البريست الطبيعي بيكون فين؟ على الكابيتال فيست. فيسيولوجيكال النبل دي عشان يرضع منها الطفل، فسبحان الله الخلاق العظيم ربنا حاطط النبل في بق الواد اللي امه شايلاه. اهي النبل دايركتد داون فورورد اند لاترالي. ايه رايكم لو لقيتوا نبل مش باصه في الاتجاه ده تبقى على طول مال دايركتد ودي معناها ايه؟ وراها فايبروزس شد على الاكتيف ترانزكت ووجه النبل دي في اتجاه غلط. وللاسف اشهر انواع المالجنسي في البريست از ويز اكستنسيف فايبروزس. انواع كده مثلا زي نوت اذروايز سبايك كارسينوما واخواتها والحاجات دي كلها، دي كلها فايبروزس وشد على الاكتيف ترانزكت يوجه لك النبل فوق يمين شمال في اي اتجاه. زي برضه ده المالجنسي برضه هو ده اللي انا عناية منه يعني وخايف منه قوي. لو في فايبروزس وشد على الاكتيف ترانزكت النبل دي هتبقى البروتروجن بتاعها طبيعي؟ ولا ممكن تلاقيها داخل لجوه؟ في واحده ست جميله كده على فكره النبل ريتراكتد. فطبعا الريتراكشن على طول دي ايفيدنس اوف فايبروزس ورا النبل والارولا وشد على الاكتيف ترانزكت وخد هالجو. برضه يهمني قوي في النبل دي والارولا كمان افتح احسن يكون في اكزيما وايروجن في النبل والارولا. ايه المرض الشديد اللي ممكن يعمل ايروجن واكزيما في النبل والارولا؟ ده مرض مالجنسي للاسف اسمه باجنس ديزيز اوف ذا نبل. ما تنساش طبعا ان النبل والارولا لازم اعمل لها سكويزنج طبعا في الناحيه النورمال الاول وسكويزنج في الناحيه الديزيز. بتعمل سكويزنج ليه للنبل كده اهو؟ لوك فور ذا ديستشارج. وكالمعتاد الديستشارج ببص على ايه؟ نوعه ايه؟ كميته ايه؟ ريحته ايه؟ لونه ايه؟ فطبعا ده ممكن يكون سيروس ديستشارج بلد سيرو سانجونس يعني سيروس معرق بدم واشوف كميته يا ترى سكنتي بريفيوز. طبعا دي برضه حاجه تقدر تعمل لها ديتكشن من الهيستوري. واحده ست اصلا ساعات بتجي لك ان السوتيان بتاعها متغرق بديستشارج. طبعا ده يبقى بريفيوز اكسسيف ديستشارج. غير ما واحده مثلا تقول لك ده انا كده ساعات لما باجي اقلع الاندر وير اللي هو السوتيان بتاعها دون تلاقي فيه نقطه مثلا كده هو من الديستشارج. يبقى مينيمال ديستشارج. فلازم نعمل سكويزنج فور ديستشارج. النبت هي يبقى يا جماعه لو انا جيت بصيت عليها نورمال دايركشن داون فور ذا لاترالي ونورمال بروتروجن ما فيهاش تراكشن وما فيهاش ايروجن وانزيما ونو ديستشارج. الست هي يا جماعه بعد ما شفناها النبل والسلع الارلا عايزين الارلا. الارلا لونها ده لايت براون. طبعا على فكره بتدل على الست دي ان حملت قبل كده ولا لا؟ لو كانت النبل دي بحرف واحده ست حملت بتبقى لونها دارك براون. فدي طبعا لايت براون معناها انها ايه؟ ما خلفتش وما حملتش قبل كده. بس شوفنا يا جماعه ركزوا كده ايه الانيبيشن الرفيعة قوي دي؟ شايفين الانيبيشن الرفيعة دي قوي؟ دي حاجه اسمها مونتوجومري
follicles. Montgomery follicles. ودي عبارة عن prominent sebaceous glands. بتبقى prominent برضو بعد الحمل. بص لي كمان على السايز بتاع الأنولا. الأنولا دي حجمها زي الناحية التانية ولا لا؟ ودي بقى ميزة إن زي ما اتفقنا واقف وبتقارن الناحية اليمين بالناحية الشمال. أنت واقف في النص وبتقارن الناحية اليمين بالناحية الشمال. فهل الأنولا شمال يا جماعة زي يمين ولا في فرق ما بينهم؟ الناحية دي يا جماعة سلايتلي أكبر. وده معناها إيه؟ كونها أكبر معناها إن في وراها سويلنج عمل لها ستريتش. فابتدى يحصل لها ستريتش بالريترو أريولار سويلنج. برضه الأنولا دي ما فيهاش إيروجن وإكزيما تو إكسكلود الباجيت ديزيز. برضه الشيب بتاعها راوند. لان على فكره يا جماعه ساعات الانولا بص عليها الريجولار برضو الريجولار اكيد وراها لو في فايبروزس هيكشكشها ويكرمشها ويخليها الريجولار.